مثل ما عودناكم مشاهدين الكرام في الكويت، هذا التنوع الجميل اللي دائما نقدمه على شاشة تلفزيون دولة الكويت اليوم ستكون لنا نافذة على السلطة التشريعية من خلال النائب خالد العتيبي، عضو مجلس الأمة ومقرر لجنة شؤون الصحية في مجلس الأمة وعضو البرلمان العربي. حياك الله يا أبو محمد، نورنا. الله يحييك طول عمرك، وأنا شاكر جدا لهذه الاستضافة، وعسى إن شاء الله نكون ضيوف خفيفين ظل عندكم إن شاء الله. حياك الله بليالي الكويت أستاذ خالد. لكن أنا ودي أسأل بداية، يعني أي شخص ممكن أن يدخل للبرلمان دائما يكون حامل هموم ومشاكل أبناء دائرته؟ فكرة أنك أنت تدخل البرلمان هذه، شلون جات معك الفكرة هذه وشلون قدرت تحمل هالهموم هذه معك؟ باختصار، أنا يعني حكم وظيفتي السابقة كنت قريب جدا من مشاكل العالم، ودائما ألامس احتياجاتهم ومشاكلهم بحكم الوظيفة، يعني كرجل أمن سابق. هذه يعني المعاناة خلتني أعتاد على هذا العمل، فقلت اني يعني ممكن اني عندي القدره بالعطاء اني اكمل هذه المسيره، بس بشكل اخر، بشكل تشريعي، بشكل رقابي، وان شاء الله نكون عند حسن ظن اخواننا. وهذا يعني الفكره هذه بدت معي من فتره ما تقاعدت، قلت لازم ان نخوض هالمساله هذه، وان شاء الله الحمد لله يعني توفقنا والفضل الله سبحانه، ثم للناخبين اللي انتخبوني وحطوا ثقتهم فيني، وان شاء الله اني اكون عند حسن ظنهم. وباذن الله انت ستكون ان شاء الله يعني على قدر القسم اللي اديته لناخبينك. البعض يقول ان النائب خالد العتيبي هو ممثل الدائره الخامسه، انت ممثل الشعب الكويتي كامل، وهذا نتشرف اكيد في جميع مناطق الكويت. لو تقربنا شوي من مجلس الامه، قاعد نشوف النائب خالد العتيبي على كثر الانجازات اللي يحاول يقدمها او قدمها، طرحه متزن دائما بعيدا عن التشنجات. هل هذا منهج يتخذ النائب خالد العتيبي؟ هو يعني هي ممكن تقول هذه طبع وسمه، لكن لها حدود طبعا، كل انسان لها حدود. الامر الاخر ان المرحله اللي احنا فيها الان حساسه جدا ودقيقه، نعم، تحتاج يعني نوع من التعاون، نوع من التهدئة، خصوصا في ملفات عالقة صار لها سنوات. نعم. والشعب الكويتي يعني مل صراحة من الانتظار. نعم. والحكومة يعني صار بيننا وبينها مثل ما تقول نوع من التعاون. الحمد لله. نلتمس إن شاء الله في المرحلة القادمة أنها تكون ناجحة في تحقيق هذه الملفات العالقة. أكيد. يعني وآخرتها يعني مصبها لنا جميعا، يعني للشعب الكويتي وللكويت عامة. دائما احنا نقول كشعب الكويتي متى ما وجد التعاون ما بين السلطتين أكيد هذا ينعكس على الشعب الكويتي. طيب أنا عرفت أنك أنت مختار اللجنة الصحية في البرلمان، إيش معنى اللجنة الصحية تحديدا؟ شوف أختي، أنا يعني دائما احتياجات الناس ترتكز على ثلاث محاور. المحور الصحي، التعليمي، الإسكاني. صح. أنا من بدايتها يعني بحكم وظيفتي السابقة كنت يعني أحاول أني أدخل في لجنة الداخلية والدفاع، الربع اللي فيها موجودين من النواب إن شاء الله كفاءات وقادرين على تكملة هذه المسيرة. اتجهت إلى اللجنة الصحية. اللجنة الصحية ملف ثقيل جدا، نعم، يعني ويعاني من أمور كثيرة، خصوصا أنا أتكلم عن دائرتي اللي أنا فيها، الدائرة الخامسة. بلا شك تعاني من مشاكل. في شنو مشاكل الدائرة الخامسة أو أهل الدائرة الخامسة؟ هموم أهل الدائرة شنو من ناحية الجانب الصحي؟ الجانب الصحي أنا أقول لك يعني مثلا عندك مستشفى العدان، المستشفى الوحيد اللي يغطي هذه المساحة يعني، والكثافة السكانية العالية جدا. أنت تعرف أن الدائرة الخامسة فيها تقريبا ما يقارب، وصلنا 135,000 ناخب ما شاء الله، هذا غير يعني اللي صوتون، فقيس عليها عوائلهم، قيس عليها العمالة الوافدة، يعني تغطية هذه الأعداد يعني كثر خيرها المستشفى العدان اللي قايم للحين. حتى بعد التوسعات الأخيرة. نقص شلون؟ حتى بعد التوسعات الأخيرة صارت. حتى بعد التوسعات يعني علاج وقتي وليس دائم. الكثافة السكانية الموجودة بحاجة، إحنا المستشفيين وثلاثة يعني، في وفي اقتراحات إن بناء مستشفى يغطي العجز في الكثافة السكانية الموجودة، يعني ما لازم وجود مستشفى ثاني مرادف للعدان. نعم. في الوقت الحالي، ولازم الإسراع في عمل هذا المستشفى لأن صراحة الوضع هذا على صعيد المشاكل الصحية. لكن لك نظرة خاصة عن موضوع الأزمة المرورية في حولي. نعم.
في عفوا في فحيحيل. شنو النظرة هذه؟ منطقة السكن يعني قبل كانت الزحمة تقتصر في العاصمة وحولي. الآن وصلتنا بالفحيحيل. يعني أنا بيتي بالفحيحيل، سكني بالفحيحيل. يعني عندنا تعرف منطقة الأسواق اللي موجودة، منطقة يتسكر فيها الشارع بالمرة. قبل كانت على العطل ونهاية الأسبوع، الآن على مدار الساعة يعني ما أيام الأسبوع كلها. أنا أعتقد أن الحلول كثيرة لكن تحتاج إلى تفعيل. عندنا مثل شركة النقل للأسف ما في اهتمام فيها، شركة النقل العام. نعم. يعني دائما في أي دولة برا تشوف الباصات شغالة من والركاب فيها يعني تاسينة، تمر أي باص تلقى فيها راكبين أو ثلاث الباصات اللي عندنا. صح. يعني هذه هم بعد مشكلة، هذه تحتاج أيضا تفعيل دورها. نعم. تفعيل دورها بحيث أنك تخلي العمالة الوافدة هذه تتجه للباصات بدل السيارات أو التكاسي أو. نعم. أيضا الأمر الآخر بالنسبة لرخص القيادة، أيضا هذا جانب يتعلق في وزارة الداخلية. نعم. أنا أعتقد أنه بحاجة إلى غربلة بالنسبة للقوانين اللي ممكن الوافد يأخذ عليها رخصة قيادة. مثل يعني شنو يعني تعطيه مساحة أكبر ولا أقل؟ لا طبعا أقلصها على وظائف معينة بالنسبة للوافد. يعني مو كل واحد ممكن يعطيه، يعني مع احترامي مثلا واحد وظيفته مقاول أو وظيفته عامل صحي يعطيه رخصة قيادة، لا ممكن يشتغل أي شركات النقل العام هذه أو تاكسي، أو مو لازم أعطيه رخصة قيادة. هذه أيضا نسبة يعني ساهمت بشكل كبير في ازدحام المرور. الحمد لله. أهل الدائرة الخامسة متفائلين بالنائب خالد العتيبي، خصوصا ما شاء الله من أول نزلة وصلت الكرسي على طول، وهذا دليل يعكس على شخصيتك أكيد وتعاملك. وعلى ثقتهم فيه أكيد بلا شك. ماذا قدمت كمشرع لأهل الدائرة الخامسة في كافة المجالات؟ هو بلا شك مكاني في مجلس الأمة يعني هو يعتبر تكليف وليس تشريف، هذا أول شيء. اقتراحات كثيرة، أنا التمست الحاجات وأنا مواطن أصلا وأعرف جيدا يعني كل النواقص اللي موجودة خصوصا في الدائرة الخامسة، وهذا ينعكس على باقي الدوائر. يعني لو تسأل أي واحد مثلا لو بالجهرة تلقى نفس المطالبات اللي يطلبها أبناء الدائرة الخامسة نفس الشيء في أي مناطق في الدوائر الثانية. يعني أنا مثل ما قلت لك اتجاهي على اللجنة الصحية، يعني المستشفيات، عندك المدارس، عندك المناطق الجنوبية اللي مثل مدينة صباح الأحمد تعاني، يعني أهلها يعانون من الأمرين. ليش؟ أنا أقول لك المدارس عندهم نقص في الطاقم التدريسي، المدارس تعليم. نعم. المعلمين ومعلمات لبعد المنطقة بلا شك. الطريق للأسف المؤدي الواصل لهذه المنطقة يرثى له صراحة. نعم. وكثير من الحوادث ووفيات على هذا الطريق، هو قيد الإنشاء الآن. نعم. لكن هذا بعد معضلة. أيضا عندك المستوصف اللي في المنطقة. زين عندهم مستوصف يعني. مستوصف بس يسكر، ما أنت يعني بحكم المنطقة وبعدها عن المناطق السكنية الثانية يفترض أنها تكون 24 ساعة. طبيعي. بس الآن يعني أنا كلمت وزير الصحة وحاليا هو وعدنا إن شاء الله بالقريب العاجل أنها تكون إن شاء الله 24 ساعة. ناهيك عن ما في مخفر. في نقطة أمنية فقط في مدينة صباح الأحمد. أيضا هذه بعد تعكس، إحنا عندنا مشكلة في الكويت يعني للأسف، وأنا هم بعد بحثتها مع الحكومة إن المناطق الجديدة اللي تنشأ يفترض أنها يعني توفر جميع الخدمات، طرق، صحة، تعليم قبل لا يسكن المواطن. هذه أول شيء تشجع المواطن بالسكن كاملة بداية. إيه نعم. أيه مفروض فهم. أنها توفر هذه كلها كوادرها بموظفينها. صح. حتى الطريق يعني أضعف الإيمان الطريق. طريق. الطريق السالك إلى هذه المنطقة مفروض يكون يعني بأريحية. نعم. يعني لو تمر الشارع اللي هناك أنا أسبوع اللي طاف مر يعني شيء يرثى له صراحة. الله يعينهم إن شاء الله، وأنت إن شاء الله ما تقصر أكيد. الله يطول عمرك. يعني بما أن يعني عفوا بما أن أنت صوت الشعب طبعا في البرلمان، لكن لما نقول تمثل المناطق الجنوبية داخل البرلمان أكيد هذه المناطق لها احتياجات خاصة. صحيح. تميزها عن بقية المناطق الثانية. صحيح. لو بتختصر لنا الاحتياجات هذه شنو أبرزها؟ احتياجات أنا أقول يعني مثل غير اللي ذكرتها أيضا. احنا نعاني من شح الاراضي لان اكثر المنطقه اللي عندنا اكثر المساحات هي تبع لشركه نفط الكويت. نعم. يعني منطقه مناطق نفطيه، فهذه ايضا بعد مسببت لنا مشكله بالنسبه للمناطق الجديده اللي عندنا. الخيران الحين موجوده. نعم. ايضا انا اقول لك مثل
المناطق اللي صباح الأحمد، الخيران، ممكن امتداد صباح الأحمد للحدود، بس هذه ما راح تشغل ولا راح يتشجع الواحد انه يسكنها اذا ما كان متوفره الخدمات جميع المرافق الخدميه اللي تريح اصلا المواطن بالنسبه للتنقل، بالنسبه لاحتياجاته اليوميه يعني. اكيد بلا شك. متعارف دائما هذا ليس تزلفا ان النائب خالد العتيبي قريب من اهل الدائره الخامسه. وفي سؤال دائما يتبادر بذهني او قاعد اشوفه او قاعد اسمعه، يعني ان دائما النائب او عندما يكون مرشح قبل ان يصل الكرسي يكون دائما ملتزم بالديوانيه. صحيح. يقال ان خالد النائب خالد العتيبي لا زال متمسك ودائما في ديوانيتك الاحد، امس ديوانيتك؟ صحيح. كنت موجود؟ اي موجود. الله يعطيك الصحه والعافيه. دائما تحرص ان تكون عند رواد الديوانيه. ما في شك لازم التواصل معهم يكون مستمر. تلبيه احتياجاتهم، نواقصهم، المشاكل اللي تعرض لنا، كثير من الاخوان يمروني ينقلون مشاكل يعني. نعم. مشاكل في متعلقه بوزاره التربيه، وزاره الصحه، الداخليه، يعني امور الاحتياجيه اليوميه لهم. نعم. لهم ولاسرهم طبعا. ما اعتذر انا من ديوانيتي الا اذا كنت خارج الكويت. وما اكون يعني انا من عشاق السفر على، نعم. على فكره. نعم. وما اكون خارج الكويت الا في مهمة رسمية. أنا من صرت عضو مجلس انحرمنا من هالروح السفر كله علشان أهل الدائرة ويستاهلونك. صحيح. بالله يستاهلون. حلو. والله يستاهلون. اسمح لي إحنا بما ندردش وأنت كمشارك بدون ما أقطع كلامك محمد، بس عشان أنا لأن قلت أنت شغلة مهمة أن الديوانية هو ملتزم بالديوانية. نعم. وقاعد تسمع هم مشاكل اللي روادك. نعم. لكن المرأة أكيد ما راح تكون موجودة بالديوانية. نعم. شلون ممكن تسمع هموم ومشاكل المرأة في هذه المناطق؟ المرأة وشنو هي أبرز هالمشاكل هذه اللي عندها؟ نعم. اللي تعاني منها؟ نعم. المرأة عندها مشاكل. أنا أقول لك يعني في أنا عارفة محمد ما راح يسأل هذا لا ترك لي أنا أنا عندي لجنة نسائية وفي أرقام تليفونات وفي كثير من الأخوات يعني على تواصل معهم، أيضا ينقلون همومهم ومشاكلهم وطبعا طلباتهم يوصلونها لهذا. يعني اكثر هموم المراه شو تكون اذا كانت موظفه او مطلقه او يعني اي شغل يعني في مشاكل خواتنا المطلقات. نعم. بالنسبه لعمليه تجديد الاوراق. نعم. هذه يعانون منها الامرين، يعني اعتقد كل 4 شهور او 6 شهور لازم يسوون دوره كامله على مؤسسات الدوله على اساس انه يجددون اوراق. صحيح. انا في اقتراح اقترحته على الاخوان في الحكومه بحيث انه يعني تكون المؤسسات هذه مربوطه بجهه واحده بدال الاخت ما تروح تتنقل ما بين وزاره العدل وزاره كذا في خدمات الكترونيه. المفروض حتى الواحد يدخل بيانات. لا حتى لو يدخل بيانات لازم انها تروح من مكان لمكان على اساس انها تخلص اوراقها اللي طالبينها عليها. ما شاء الله. خوش اقتراح هذا محمد، متى يصير عندنا؟ والله نتمنى انه يصير وبالقريب العاجل. احنا قاعدين ندفع لهالشيء هذا لكن ان شاء الله متفائلين خير باذن الله. تطرقت الى الازمه المروريه في الدائره الخامسه وايضا الازمه او المشكلات الصحيه التعليميه، ما تطرقت لها التعليميه؟ ماذا قدم خالد العتيبي كمقترحات؟ لا، في مقترحات قدمت بانشاء جامعه نعم في المنطقه عندنا هناك، لان تعرف مثل ما قلت لك الكثافه السكانيه تتطلب اصلا، وهذه تحل المشكله المروريه يعني بلا شك. بدل ما يتنقلون الطلبه الى الجامعه وهذا طريق، انت شايف الاختناقات المروريه اللي كل صبح تصير، مفروض يعني تكون هذه. وهذه المشكله المقترح هذا الجامعه انا لقيته في مجال السابق ايضا. نعم. في اخوان كثر منهم موجودين النواب حاليا ومنهم لا، قدموا مثل هذا الاقتراح لكن للاسف يعني لم يبصر النور الى الان، وحنا في صدد ان شاء الله الدفع الى ان شاء الله سيبصر النور بوجودك ان شاء الله. يفرح كل اهالي الدائره الخامسه عشان على الاقل نفتك من الزحمه المروريه ونتفادى كل هذا. نقتنا الزحمه المروريه. السؤال الاهم وتقبل مني، احنا يشرفنا ان يكون اليوم معنا ممثل للشعب ونائب في السلطه التشريعيه واللي هو امثالك اكيد خالد العتيبي، لكن يقال او هناك اصابع اتهام ان المجلس ما يقدم شيء في خلال موسم البدايه، ما صار في بطء يعني. يعني في بطء تقريبا كذا. نعم. وقاعد نسمع الحين منك على الهواء امام المشاهدين قاعد تقدم اقتراحات وفي مشاريع قاعد ان شاء الله في طريق للظهور الى النور الصح. نعم. طال عمرك شوف دائما في بدايه اي دور انعقاد كل نائب عنده برنامج انتخابي
واحد ما خبي فيه، فيقدم اقتراحات بقوانين، اقتراحات برغبة أن يعني إنشاء من المستشفيات كذا. نعم. 50 نوال لما يتقدمون كل واحد عنده نظرة وعنده مجموعة قوانين. نعم. فيكون فيه يعني عدد كبير جدا على هذه اللجان نعم. الموجودة في مجلس الأمة. طبعا هذه تأخذ دورة على ما توصل، على ما يجيها الدور. نعم. هذه يمكن تسبب بط. أيضا في نقطة مهمة جدا اللي هي التجانس النيابي. الله. مع يعني هذه دائما في دور الانعقاد، في بداية أي دور الانعقاد يكون شوي صح ما يكون يعني التجانس موجود. نعم. وانت شفت في بعض الجلسات صار فيه خلاف بالرأي بين أعضاء كثر. أكيد. عطل هذه المسيرة. نعم. لكن إن شاء الله يعني في قادم الأيام لا راح تكون العملية أكثر يعني سلاسة، وأيضا كثير من القوانين والمشاريع حاليا جاهزة في اللجان وراح تطرح إن شاء الله في خلال الجلسات القادمة بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وهذا كعضو مجلس الأمة الكويتي، كعضو في البرلمان العربي. نعم. كانت أول مهمة رسمية لك شاركت فيها في القاهرة. صحيح. زين المهمة هذه خلتك تسافر ولا أنت قاعد؟ أي والله. قبل شوي قاعد يقول يحب السفر هو بعد. الديوانية يوم كنت في البرلمان العربي شاركنا، طبعا كان لقاء تعريفي بداية. تعرفي. أدينا القسم في البرلمان العربي. أنا وثلاث نواب أيضا زملاء لي. تشرفنا أن نكون إحنا ممثلين الكويت في البرلمان العربي. وطبعا اشتركنا في لجان، انا ترشحت في اللجنه الاقتصاديه للبرلمان العربي ما شاء الله. وان شاء الله يعني عندنا سفره يوم الخميس القادم ايضا 4 ايام ما تلحق على احد، ما راح تلحق على احد. الاحد هذا هم بعد بعتذر من الان، اعتذر الاحد. لا انا اقول النائب خالد العتيبي اذا اعتذر عن ديوانه يوم الاحد اعرفوا انه في مهمه رسميه. الحين الريال لا تشرهون عليه يعني يحب السفر بس الحين عشان اهل الدائره الخامسه ما قام مسافر. اكيد اكيد. تستاهل. انا اشكرك حقيقه على تواجدك معي. الله يطول ومع زميلتي اكيد شيماء. انت نورتنا بليل وانت تعبان ما تشوف شر. الله يطول عمرك. صحيح ومريض. حرصت تكون معنا. الله يطول عمرك. وهذا شيء يشرفنا. الله الله يقويكم ان شاء الله. امين يا رب. نشوف التعاون يستمر ما بين السلطتين التشريعيه. شكرا لحضورك بلالي الكويت نورتنا. وعسى الله يعني يعطيك الصحه والعافيه عشان تكون فعلا صوت الشعب داخل البرلمان. الله يجزاك خير. وشكر خاص لمعالي وزير الاعلام الشيخ محمد العبد الله، ونشد على ايده على بالاهتمام بهذا الصرح المهم جدا. الصرح الاعلامي تعرف يعني الزمن هذا زمن الاعلام والاهتمام بالاعلام يعني، وهو ان شاء الله نراه رجل كفء لهذا المنصب، ونشد على يده ان شاء الله وعسى الله يوفقه. وشكر خاص لكم. تسلم. ولبرنامج ريال الكويت. سؤال خاص يعني، احنا في فتره صارت في نقله نوعيه، اسمح لي على هذا السؤال، من خلال البرامج، من خلال الشاشه التلفزيون، من خلال المعدات اللي قدموها وزاره الاعلام. انت رايك كمواطن برا المجلس؟ نعم. بدايه من برنامجنا للكويت يعني يعتبر هو النقله النوعيه للتلفزيون الكويت. نعم. مع بقيه البرامج. نعم. شوف في تغيير كنائب انت اكيد، وانا يعني اهني صراحه، مو اني اجاملكم كتلفزيون الكويت، لكن دائما تلفزيون الكويت سباق صراحه، ودائما يقتبس منه الافكار للقنوات الثانيه اللي خارج الكويت. يعني هذه والله انا اقولها يعني عن قناعه. كذا برنامج اشوفه لما اسال بدايه الفكره وين منين طلعت، يقول لك من تلفزيون الكويت. الله يسلمك. يعني وانتم تستاهلون. وانا اعتبر يعني انا اجزم انكم كفاءات، بس مو محتاجين الا تشجيع ودعم، وحنا ان شاء الله ما نقصر. بعدين في عندي شغله اخيره، هل يعني بسال انتم تاخذون بدل على البرد اللي انتم عايشين فيه؟ اذا ما يعني هذا كله من مخرجنا ما شاء الله. قاعدين بفريزر ما شاء الله. لازم نقول حق الفرويد يحط لنا دفايات هنا. نطالب دائما. لا راح نطالبكم ان شاء الله بدل 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 هالبرد هذا. خفينا انت ما لحقت بشهر واحد شهر 12 كنا نموت نطقطق هنا. يعطيكم العافيه. الله يقويك ان شاء الله. الله يطول عمرك. اليوم فزنا في لقائك وفزنا باشاده نيابيه. انا اللي تشرفت فيكم. الله يطول عمرك. كان لنا الشرف اكيد. كل الشكر اكيد للنائب خالد. أكيد. مشاهدينا بعدنا مكملين فقراتنا، وبعد البريك راح يكون في ضيافتنا الأمين العام للملتقى الإعلامي ماضي الخميس بعد قليل.